بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هذا الباب الذي سيسوقه لنا الإمام رحمه الله تعالى فيه تنبيه على ما كان يجري في الجاهلية وعلى ما يستمر فعله إلى اليوم، ألا وهو تصديق بعض الكهان والمنجمين والمتنبئين عن الغيب الذي كان يحدث في الجاهلية وظهرت آثاره وظهرت بوادره في زماننا الحاضر، وهذا مما يؤسف له. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، اجوا ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، الكهان في الجاهلية كان في ناس يشتغلون بالضرب، يعني بالتنجيم بالغيب، إما يضعون أمامهم حصى فيرفعون حصاتا وينزلون أخرى، أو يخطون خطوطا في الرمل ثم يقولون للإنسان الذي جاء إليهم بعد أن يأخذوا منه شيئا من المال: سيأتيك كذا، سيطلع عليك اليوم نهار سعيد، في اليوم التالي لن يكون نهارك سعيد، ستنال من المال كذا، سيذهب عنك كذا من الأموال، هكذا يقولون. جاء مجموعة من أصحاب رسول الله إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، سألوا عن الكهان ما شأنهم؟ فقالوا: ليسوا بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، يعني كذابين. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، يحكونا حكايات وقلنا دا يصير شيء بتطلع مظبوطة، طيب كيف ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. متفق عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ الجن يصعدون إلى السماء، والله تعالى إذا أراد إقرار شيء أو إنفاذ شيء في مخلوقاته أوحى إلى ملائكته بذلك. إذا سيحدث شيء في المخلوقات يوحي الله تعالى للملائكة بحدوث ذلك، فتنزل الملائكة إلى السماء الدنيا فيتحدثون بما سيحصل، بيحكوا بين بعضهم إنه إيش دا يصير في الدنيا في الأرض بين البشر. الجن تسترق السمع من السماء. لما كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع من السماء، يصعدون إلى السماء الدنيا فيستمعون إلى كلام الملائكة، والملائكة يتحدثون بما سيجري في الأرض، فيأخذون هذا الكلام وينزلون إلى العرافين إلى الكهان، بقولون هكذا 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 سمعنا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت الملائكة إذا صعد جني أو شيطان إلى السماء ترجمه بالشهاب، بالنجوم المحترقة ترسل عليه الشهاب، وأنا لمسنا السماء، قال الله تعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي بيطلع من الجن للاستماع مباشرة الملائكة تلقمه شهابا، يعني كتلة محترقة من النار. هذه الكتلة إما أن تصيب الجني أو الشيطان فتقتله، وإما أن تجرحه أو تؤذيه، وإما أن يهرب منها. فإن استطاع الهروب من هذا الشهاب نزل إلى الكاهن فأخبره بشيء مما سمعه. طبعا هو ما بالحق بسمع كلمة كلمتين أو يعني مجموعة كلمات بسيطة ويكون الشهاب الساقب مباشرة جاء إليه فيهرب منه، فينزل إلى الكاهن إلى العراف فبيقول له: سمعت كذا كذا، وبزد له من عنده، الشيطان بزيد من عنده، بألف قصة، يعني مثل الناس كالبشر كالكذابين من البشر، بألف له قصة وبحكي له إياها، بزد له ببدايتها بزد له بنهايتها وبحكي له القصة. هذا الكاهن أو العراف أيضا يأخذ هذه القصة فيأتي بكلام أيضا قبلها وكلام بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيخلطون معها، مع الكلمات التي سمعوها، 100 كذبة. سبحان الله العظيم. لذلك قد يكون ما يقولونه حقا، مو لأنهم يعرفون بالغيب.
عرفتم السبب؟ لأنهم سمعوا شيئا مما تحدثت به الملائكة، مما سيقع في الأرض، مما أوحى الله تعالى به إلى الملائكة. هذا هو السبب الذي قد يوجد من كلام بعضهم، يعني قد يصدق كلام بعضهم بهذا السبب. هذا السبب. قال: وفي رواية للبخاري تشرح هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان، يعني تطلع إلى أو تنزل من السماء السابعة إلى العنان الذي هو السحاب، فتذكر الأمر، سماء الدنيا، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان. بعد ما يسترقه وينزل، إما كما قلنا يأتيه الشهاب فيقتله، أو قد يهرب منه فينزل إلى الكهن، فيكذبون معها 100 كذبة أو كذبة من عند أنفسهم. وعن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حديث ينبغي التنبه إليه: من أتى عرافا، العراف هذا يا أخوانا الذي يدعي معرفة الغيب، اسمه عراف لأنه يدعي معرفة الغيب، لذلك سمي عراف. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، والله أنا بايع لي كذا شلون بدي ألاقي، والله أنا زوجتي ما بتنسر معي، والله أنا أولادي ما كذا، والله أنا ما بعرف إيش دا يصير معي في المستقبل، عجب دا يجيني خير لشر، عجب دا يجيني رزق لما را يجيني رزق، أتى كاهنا فسأله عرافا فسأله عن شيء فصدقه، صدق كلامه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه الإمام مسلم، الحديث صحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، هذا علم الكهان والسحرة وما إلى ذلك، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كل ما تعلم أكثر، كل ما تعلم من السحر أكثر. وتعلم السحر أحبابنا والعياذ بالله كما ذكر كثير من أهل العلم لا يوصل إليه السحر الحقيقي إلا والعياذ بالله بالكفر بالله، لا يوصل إلى التعلم، إلى تعلم السحر الحقيقي الذي يحيي الشياطين وما إلى ذلك إلا والعياذ بالله بالكفر بالله، أسأل الله تعالى العافية والسلامة. نستفيد من هذه الأحاديث الآن، أنا أردت أن أسوقها لأنه في عصرنا في أيامنا الحاضرة هذه درج في كثير من القنوات الفضائية التي تخرج على المسلمين بعض الناس الذين يدعون علما أو مشيخة أو اطلاعا أو ما إلى ذلك، ويتصل بهم المتصلون ويسألونهم عن أشياء من علم الغيب، من الأرزاق، من الأعمال، من الآجال، مما إلى ذلك، مما سيحدث مع الإنسان في المستقبل، فيخبرونهم ويقولون سيجري معكم كذا ويحجب عنكم كذا، ويتصل بهم الناس صغارا وكبارا، شيوخا وشبانا، كثير من الناس، وهذا شيء قد درج كثيرا. وأنا أستغرب، أولا هذا الشيء محرم، وكما قلنا تصديق هذا الإنسان يمنع قبول الصلاة 40 يوما، شيء خطير، ما هو شيء سهل. هذه واحدة. الشيء الثاني، الآن بعد انتشار العلم أحبابنا، العلم تطور، ما عاد الإنسان بحاجة إلى تصديق هؤلاء الكذابين والدجالين. ما نحن قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة، الآن تطورنا ورأينا العلم ورأينا الحضارة ورأينا المدنية. كيف من إنسان عاقل مسلم يعرف أن هذا الشيء حرام، وأنه وبعد ذلك عقله كبير واعٍ رجل مدرك مطلع يصدق أمثال هؤلاء؟ والله منذ فترة كنت في المدرسة، أحد الأساتذة قال لي: يا أخي الكريم، نحن كنا مجموعة من الأساتذة وخرج هذا أحد هؤلاء الدجالين العرافين على إحدى القنوات الفضائية، فقام رجلا منهم ليتصل به، واحد منهم مصدقه تماما، أستاذ مدرس مصدقه تماما لهذا الرجل الكذاب الذي يدعي العلم بالغيب والعياذ بالله، وهو أبعد الناس عن الدين ويدعي أنه شيخ. وكثيرا منهم أنا استمعت مرة، والله أحبابنا لا يتقن قراءة آية من كتاب الله، آية ما بيعرف يقراها، بقرانا تقول له ده تقرأ كذا، بقرانا وياها بغلط شيء 3-4 أغلاط فيها، ويدعي علما ومعرفة واطلاعة ويخاطبونه بالشيخ، وهو أبعد ما يكون والعياذ بالله عن الدين، لا يعرف قراءة آية ويكون شيخا، أعوذ بالله من ذلك. قام إلي أحد الأساتذة واتصل به
بعض الناس قال لي والله بعض الأساتذة قالوا إيش فيها، وبعض الناس قلت له لهالدرجة وصل الأمر بنا؟ يعني أناس مطلعون أصحاب ثقافة مدرسون هم يدرسون للطلاب يقتنعون ويصدقون بمثل هؤلاء الكذابين والكهان؟ سبحان الله العظيم. ينبغي علينا أحبابنا أن ننبه، نحن انتبهنا الآن، تعلمنا أن هذا الشيء حرام ممنوع، لا يكتفي الأمر بنا، لا يقتصر الأمر علينا، ينبغي أن ننبه أحبابنا، إخواننا، أبناءنا، بناتنا، زوجاتنا، أن ننبههم يا أحبابنا هذا حرام وتصديقهم حرام، وهم كذابون كهان سحرة دجالون يدعون الدين وهم أبعد الناس عن الدين. كثيرا منهم ذكر لي بعض الأحباب، كثير منهم والعياذ بالله لا يصلي صلاة وهي أهم أركان الإسلام، لا يصليها ويدعي علما. أيضا كثير من الناس يذهب إذا ضع له شغلة يقول لك إيه روح عند الشيخ، أنا شيخ يا أبو، بروح لعند الشيخ دق عليه الباب، كون شيخ إيش اسمه بقى، الشيخ يبرأ، الشيخ محشي، ما بعرف إيش اسمه، الله أعلم إيش اسمه، ما أعرف ما اسمه، اذهبوا والله إيه بدكم تحطوا كذا وتغطوا هيك الكاسة وتحطوها تغطوها وتقيموها وجيبوا لي لأعملكم طاسة وما بعرف إيش وتسخنوا لي مي، ويدعي عليهم ويكذب عليهم كذبات عجيبة طويلة غريبة لها أول ليس لها آخر والعياذ بالله، وفي النهاية لا يجدون شيئا ويصدقونه على ذلك. أيضا هذا من الجهل، من قلة الإيمان ومن قلة العلم ومن ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. كل إنسان معرض للبلاء، كل إنسان متعرض أن يضيع له شيء أو يفقد شيئا أو يذهب شيء من ماله، لكن أن أصدق الكهان والعرافين هذا مما ينبغي الانتباه إليه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا بك وبعدا عن الحرام وأهل الحرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والحمد لله تعالى رب العالمين.